حضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة الصديق العزيز لتحليل مباراة اليوم وكثير من المباريات. أحمد نجيب، أحمد مشرف ومنور كالعادة، بستمتع جدا بتواجدك معك. كريم حبيبي مساء الخير، أخبارك إيه؟ الله يخليك، كل أمورك كويسة؟ الحمد لله. نبدأ من حيث انتهى اليوم، مباراة الأهلي النهاردة. الأهلي وفريق كان بيلعب كرة حلوة، البنك الأهلي النهاردة عمل كرة هجومية وكان ند حقيقي للنادي الأهلي في مباراة مفتوحة. شفت المباراة إزاي؟ تعادل عادل يعني عشان نبقى واقعيين. اول ما بتيجي تتنهد بقى لا يعني بس انا لسه بستوعب هيتنهد ويقول ايه بقى، خش على التنهيد. لا خالص، هي القصه كلها ان النتيجه اللي انتهت بيها المباراه نتيجه منطقيه من واقع اللي شفناه في ال 90 دقيقه، بس مش منطقيه ابدا من واقع المعطيات اللي الاهلي تحديدا دخل بها المباراه. الاهلي وهو راجع من افريقيا بيفقد نقاط وده المعتاد بتاعه. موسيماني ما جاش على دماغه مره يحاول يغير الواقع ده اللي الناس شايفين. انا كل ما ارجع من افريقيا اخسر نقط، ما حاولتش تغير الواقع ده. لا وجوده الفرص دي تقصد بيها انه فرص البنك الاهلي كانت اخطر من فرص النادي الاهلي. الاهلي راح 16 مره، البنك راح 13 مره. الاهلي عنده 6 اون تارجت، البنك عنده 4 اون تارجت، بس اجمالا درجه خطوره الفرص واهداف المتوقعه زي بعض، مع ان البنك راح اقل ولكن جوده فرص البنك كانت اعلى، فبالتالي اجمالي الاهداف المتوقعه في النهايه وزن الكف. الكورنرز الفريقين زي بعض 7-7، التمريرات الطويله 47-49، الكروسز 21-19، مش هيفرق بقى مين واحد، الارقام كلها زي بعضها. صح، الاهلي يتفوق في التمريرات القصيره اكتر من ضعف البنك الاهلي، وبالتالي بياخد الاستحواذ، ان التمريرات القصيره هي بتعمل الاستحواذ. طيب الجمله الشهيره، الجمله المهمه من جماهير النادي الاهلي، هو انتوا عايزين ايه؟ ما هو بيتسو موسيماني وصل الفريق للجول. البيتسو موسيماني المدير الفني خلى الفريق يصنع فرص، وده قاله بيتسو موسيماني في اكتر من مؤتمر صحفي. انا دوري ان انا اوصل الفريق للجون، مش دوري ان انا انزل اسجل. انت رايك ايه؟ ما هو فعلا الاهلي وصل للجون النهارده اكثر من مره. صح، الطريقه خلاص يبقى انا تمام. الطريقه انا مدير موسيماني اقول انا في تمام. جزء طبعا على اللاعبين يعني النهارده محمد شريف في فرصتين او ثلاثه من اللي جوله حقيقه الوم شريف اكتر ما الوم موسيماني، هو اللاعب مش مركز. سمعت من شويه كابتن احمد جعفر بيتكلم ان اللاعبين بيفقدوا الثقه من كتر ما ممكن يضيعوا الفرص او يهدروا اهداف سهله. هنا ده مطلوب ان المدير الفني لعيب بيضيع، محمد شريف بيواصل التضييع او بيرستا او ايا كان الاسم عشان ما اقولش اسم بعينه يعني. هل انت عندك ما يكفي من الحصص التدريبيه او يعني عدد مرات التدريب اللاعب بياخدها ما بين المباريات علشان تقدر تحسن له الفينش او تحسن التكنيك بتاعه، التقنيه بتاعته؟ كانوا برضه كلام عن عمر السعيد والجزيري في الزمالك الى اخره. ايه نوعيه التحركات والفرص المفضله للاعب انه يسجل منها؟ يعني النهارده في كوره هايله قوي ما بين شريف وبيرسي تاو، اللي شريف كان واقف لبره فود بيرسي تاو يلعبها لجوه، بيرسي تاو مجرد ما تقلع الكوره وقرر يعني رفع عينه وتقلع الكوره ادى مساحه لشريف انه يقطع له في وسط المدافعين. الحقيقه بيرسي تاو حطها له كويس جدا. شريف اي حاجه غير اللي عمله الكوره جول، اي حاجه. فانت هنا وانت رايح انت مش عارف انت هتعمل ايه، انت مش رافع عينك. هل شريف القطعه دي حصلت بشكل ارتجالي؟ هي لو بتتكرر في التمرين ودي جمله احنا حافظينها هيجيبها جول وهو مغمض على فكره. صح، يعني العقل الباطن بتاع اللعيب من كتر ما انا بتمرن خلاص انا هسجل، انا هقدر ان انا اسجل منها. فالفرص بتتصنع، هل هي فرص قدريه بالصدفه عن طريق اجتهاد لعيبه متروكه لمساحه الارتجال او الكرياتيفيتي عشان كلمه اشيك يعني، متروكه المساحه دي من اللاعبين قدام مدير فني ملوش دخل بيها؟ ساعتها هلوم ان هم بيضيعوا، لانك انت لو في منهج اللعيبه دي بتوصل كل مره بنفس الشكل وكل مره في لعيب بيقطع على القريبه ولاعيب بيقطع على البعيده وفي اتنين من خط الوسط بيتواجدوا في نفس المساحه او نفس المربع كل مره والكره العرضيه بترفع من نفس المكان، فانا شايف ده بيحصل، ده النمط، هو ده الباترن او النمط. فلو ده بيحصل ويتكرر هنا ما اقدرش الوم المدير الفني، الومه في جزء صغير بس اللعيبه لو فضلت تضيع، يبقى يا اللاعبين غير مناسبين لنوعيه الفرص دي يا اما هم محتاجين يحسنوا التكنيك بتاع الفينش بتاعهم، وده يتطلب عدد اكبر من مرات تدريب او ترايلز اكتر في التمرين. التمرين اللي هو العدد الوقت القليل الساعه او الساعه ونص اليوميه المعتاده غير كافيه، فمحتاج اللاعبين يعملوا حاجه اسمها تدريبات تخصصيه اللي بيشتغلوا فيها بشكل فردي ان هم يطوروا من الجزء ده عندهم. طيب في حاجه ممكن اكون عارف من حكم علاقتي بيك رايك فيها بس لازم كمان الناس تسمع. اتفضل. ليه دايما في مشكله في خط دفاع النادي الاهلي؟ دايما في مشكله باي عناصر موجوده، في مشكله في خط دفاع النادي الاهلي مستباح. فكره انه الضغط على اللعيب اللي معاه الكوره او المهاجم اللي معاه الكوره في اي خصم بيبقى الضغط ضعيف جدا، فكره انه يبقى في مساحات دايما خلفك سواء على ناحيه الباكات او الاثنين مساكين موجوده، في مشاكل. حتى لو المشاكل دي الاهلي دايما كان بيترجمها بانتصارات بس المشاكل موجوده، يعني الاهلي بيبقى بينتصر والمشاكل دي بتفضل موجوده حتى لو بيحقق الثلاث نقاط. طيب خلينا نفرق ما بين الضغط على اللاعبين اللي مرتبط بعمليه الفيز بتاع البيلد اب اللي هي مرحله من مراحل بناء الهجمه،
وعمليه المساحات الورا دي، دي في الحاله الدفاعيه بقى والتنظيم الدفاعي. خلينا نتكلم الاول على حته بنى اللعب. تمام. لا، افكار موسيماني بتتلخص في ان وجود اكبر عدد من اللاعبين في التلت الاخير او امام المرمى، يعني فبالتالي التحضير دايما بيكون العدد فيه قليل، الجناحين والاثنين المهاجمين بيكونوا متعلقين فوق قوي قرب 18 المنافس، الاثنين الفول باكس بيتقدموا بيعدوا خط النص او بيوصلوا نفسهم يعني، ويتبقى اربع لاعبين اللي هم الاثنين قلبي الدفاع والاثنين الارتكاز، هم اللي بيتولوا عمليه تبادل بنى اللعب وتبادل الكره لغايه ما يلاقوا حته كده او مكان فرصه مساحه يلعبوا فيها الكره الطويله علشان الناس يبداوا ياخدوها او ياخدوا الكره الثانيه من بعد كده. ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش، ان هم بيقعوا قدام الضغط بقى. قدراتهم الفرديه مبدئيا غير مناسبه لده. كم زوايا التمرير اللي بيخلقها اربع لاعبين بس موقفين على شكل بوكس، يعني اثنين واثنين واقفين على شكل مربع كده، غير كافي اطلاقا. دايما العدد الفردي في البيلد اب بيخلق زوايا تمرير اكتر. هنا الاثنين او الشكل الغير منتظم بيخلق زوايا تمرير اكتر. شكل النادي الاهلي بيبني بيه بيحصل اثنين ديفندرين طبعا بيروحوا ظهرهم للملعب وشهم لمرماهم، زي ما شفنا رامي ربيعه وقفشه النهارده، في محمد هلال مطلع رامي ربيعه بره اللعب، ومحمود سيد لعيب خط وسط البنك الاهلي مطلع قفشه بره اللعب، هم ضاغطين على الاثنين، فحرمين ان هم حرمين عبد المنعم وايمن اشرف ان هم يخرجوا عليهم. ومع ضعف رامي ربيعه بالكوره وعدم احساس قفشه بالمكان، حتى لو الكوره جت لهم كل اللي بيعملوه ان هم بتجيلهم تقوم خابطه فيهم ومرجعها تاني للعيب اللي جابها له، ان مش مكانهم اصلا. طب ايه الحل؟ الحل هنا ان الوقفه دي اصلا غلط، تكنيكالي الوقفه دي غلط، انت بتكون محتاج انك تكون واقف بزاويه ميل، جسمك يبقى مايل عشان يبقى عندك مجال للرؤيه، يعني لو انت بتسلم بجنبك بدل ما انا بروح للعيب كده، انا محتاج ان انا اروح له بزاويه ميل شويه عشان يبقى عندي القدره ان بفنت بسيط جدا اطلع المدافع اللي ضغط عليا بره اللعب، او كمان ان انا مجال رؤيتي يبقى واسع، شايف الجزء اللي هو البلايند اريا بالنسبه لي، المنطقه اللي خارج اللي في ظهري اللي هي في نص ملعب المنافس. الحاجه ده ما بيحصلش، ودي مشاكل تقنيه مش هتتغير غير بالتمرين، ان اللعيبه يتفرجوا على نفسهم بيعملوا ده، او موسيماني يغير الشيب، شكل البوكس اللي بيخرجوا فيه ده لازم يتغير، ينضم لهم واحد من الفول باكس بقى فيبقى شكل خماسي، فزوايا التمرير تزيد الى اخره. الحلول بالتاكيد عند موسيماني، هو يعرف اكتر مننا ايه اللي بيتم. احنا دورنا ان احنا بنقيم الشكل اللي الراجل بيستعمله، هل هو مناسب ولا مش مناسب. الحقيقه هو مش مناسب، فبالتالي بيقع فريسه للضغط فهي بتتخطف، تمريره سيئه، يعني تمريره سيئه بتتقطع مباشره من اول لعيب، او بتروح تمريره طويله، وحتى لو خدت الاولانيه نتيجه سوء انتشارك قدام ما بتاخدش الكره الثانيه والهجمه بترتد عليك، وده اللي حصل. فده الجزء او القصور اللي موجود في الحاله الهجوميه النادي الاهلي. طيب القصور الموجود في الحاله الدفاعيه برضه هي هي، انت طول الوقت بتحاول، منك فريق كبير وليك الابر هاند في بطوله الدوري، عكس الكيس اللي كنت بتكلم عليه منتخب مصر وانت بتلعب تحت الكوره في كاس افريقيا، فانت طبيعي انك تكون فاتح خطوطك والمسافات ما بين خطوطك كبيره، وعدد من اللاعبين موجود في نص ملعب منافس عشان يحاول يضغط بدري ويستخلص الكره بدري. ولان الضغط مش بيكون منتظم او اللاعبين اصلا قدراتهم الدفاعيه قليله، فالضغط ده بيتضرب بشكل او باخر، فبالتالي المنافس بيروح بعدد مكافئ تقريبا للي فاضل في نص ملعبك، فبيضطر انك تخرج قبلهم. انا مش هستناك لغايه 18 واحنا عدد احنا متفقين عليك عددي، في حاجه اسمها النوميريكال ادفانتج او اللي هي الميزه العدديه، فانا مش موجوده، فانا لو سبتك لغايه ما تيجي عندي هبقى مرمايه في خطر كبير، احنا انا ما عنديش مدافع او اتنين زياده حتى. صحيح. فبضطر ان انا اخرج من مكاني، اعمل حاجه من الاثنين، يا البوزيشنال ادفانتج ان انا اخد ميزه مرتبطه بان انا غيرت البوزيشن بتاعي فقابلتك في منطقه الخطوره فيها قليله على مرمى، احنا لسه في الثلث الاوسط من الملعب، او حاجه اسمها الدايناميك ادفانتج ان انا كلاعب بقى في النادي الاهلي استغل القدرات الدايناميك، اسرع منك مثلا، انقضاضي افضل منك، فدي حاجة مرتبطة بقدراتي أنا كمدافع أو قدرات مدافع النادي الأهلي يعني. فده لما بيحصل في كل الأحوال المساحات بتتكشف. صحيح. ولأن دايما الميزة مش موجودة، مش دايما الميزة موجودة، يعني محمد هاني لو راح على جناح وليكن يعقوب النهاردة، هل أنت ضامن أن في كل مرة هاني هيخطف الكرة، هل أنت ضامن أن هاني أسرع من يعقوبه؟ لا، بظروفها حقيقي. عشان أبقى واضح يعني. صح. فيعقوب سهل جدا يتبادل الكره، ياخد الكره في ظهر هاني ويروح في المساحه دي كلها اللي هاني براها، فيضطر عبد المنعم يفتح ويسيبه فيروح له، فايمن اشرف يروح وراه، فمحمود وحيد يرحل غلط او يرحل بزياده، فكريم بامبو يروح من وراه زي الكره اللي النهارده في 6 ياردة. هي الفرصه دي اتخلقت بالطريقه دي بالظبط. هو ليه كريم فؤاد ما بيلعبش؟ هو ليه كل صفقات الاهلي عموما ما بتلعبش؟ يعني اغلب، مش كل، عشان بيرسي تاو في النهايه هو يعني بيلعب، بس ليه اغلب صفقات الاهلي ما بتلعبش؟ الجديده الجديده يعني كريم فؤاد، ميكيسوني، حسام حسن،
بيرسي تاو اللي بيلعب بانتظام، يمكن احمد عبد القادر طبعا ده عائد من الاعاره يعني، لكن انا مش شايف حد بيلعب من الصفقات الجديده. محمود وحيد انا مش مصدق انه مازال هو بعد اربع صيف النادي الاهلي اغلبهم مصاب. وقت ما تحب تريح علي معلول انت بتدي محمود وحيد. هو كريم فؤاد في ميزه هايله، وهي دي الميزه الحقيقه انت اشتريته عليها عشانها اساسا اصلا، باك رايت باك ليفت، جناح يمين جناح شمال، راجل جوكر في كل المناطق اللي هي قرب الخطوط، هو لعيب جوكر صح. ولما لعب في كاس الرابطه بدايه من كاس الرابطه، ولعب في مباريات دوري، وشفناه في بعض الوقت في كاس عالم الانديه بالمناسبه، لقينا في شخصيه، في لاعب عنده شخصيه، عنده حاجه يقدر يقدمها، قراراته في الملعب ما فيهاش مشاكل، حتى معدل اصاباته الراجل بيدخل على اللاعبين هو مش خايف، لانه معدل اصاباته كلاعب ربنا يحميه يعني ويحفظه طبيعي. وحيد بالتاكيد متاثر بكم الاصابات الكبير، ونفس المشكله موجوده عند رامي ربيعه بالمناسبه، انت طول ما انت مسيرتك مليانه اصابات بيبقى عندك مشكله كبيره في انك تفوز بالالتحامات في الملعب، لان القوه دايما مشوبه كده بالحذر او تدخلات مشوبه انك حذر او خايف ان اصابتك تتكرر او تتجدد باي شكل. وحيد ما بيلعب، كريم فؤاد ما بيلعبش، حسام حسن احنا ما نعرفش هو فين، صلاح محسن النهارده هو البديل الاول في خط الهجوم. صلاح محسن اتساب في القاهره خمس ست ايام والاهلي في الجزائر. صح. واللي خدتهم معاك مطلعهم بره. فكانت غريبه جدا بالنسبه لي. يعني صلاح ومحسن وحسام حسن الاثنين اتسابوا في القاهره. طب ايه النهارده ايه اللي خلاك تفضل وانت اصلا متمرن بعد الجزائر متمرن نص تمرينه؟ ايه اللي خلاك تفضل ان صلاح محسن يعني اخترته ليه؟ ما صلاح محسن ما هو شبه شريف اصلا. طب ما تاخد مهاجم نوعيه مختلفه عشان لما مع الفريق المتكتل هو البنك الاهلي لما تتزنق انك توصل للاطراف الجنب يمين وشمال تحط عرضيات يبقى عندك مهاجم صح. في الصندوق بيو جدا. طيب عايز اسالك سؤال، انت لو بيتسو موسيماني وعندك مباراتين في الدوري يوم السبت والاربعاء وعندك بعد كده يوم الاثنين مباراه نهائي افريقيا وعندك لعيب النهارده جرس انذار كده محمد الشناوي خارج بشد او اجهاد في العضله الخلفيه، تضحي او بلاش تضحي، تاخد الريسك وتلعب لاعبين اساسيين ومهمين في فريقك المباراتين القادمتين، ولا تريح اللاعبين الكبار اللي انت هتعتمد عليهم بشكل كبير الاعمده الاساسيه زي ما بيقولوا في مباراه نهائي افريقيا، تريح ولا تلعب وتاخد الريسك؟ هم اختيارين كلاهما مر يعني الحقيقه ما فيش اختيار هو الصح في المطلق. تمام، وارد تريح وتجهز وتعمل وفي النهايه لا قدر الله تخسر فاينل افريقيا بصفاره حكم غلط. وارد يعني الحقيقه ما فيش حاجه هي في النهايه كوره يعني. ولكن القرار السيف او القرار الاكثر امانا ان انا اقلل اللاعبين الاساسيين او الكبار او اللي انا هعتمد عليهم في فاينل افريقيا اللي هم بالنسبه لي في خططي يعني بالنسبه لفاينل افريقيا احاول اقللهم بقدر الامكان. مش علشان الدوري مش مهم اطلاقا، هذا الدوري هو الاهم للنادي الاهلي ويكاد يكون اهم بمسير بيتسو موسيماني لانه هيحدد مصيره مع النادي الاهلي مستقبلا. جمهور النادي الاهلي يعني ما بيرضاش بخساره الدوري مره واثنين والكلام ده ورا بعض. انت مصاب بتدخلني في حتت جدليه. يعني بيتسو موسيماني لو خسر الدوري السنه دي وخد افريقيا وحتى لو خد افريقيا الثالثه عادي يمشي. هو الاهلي المفروض انه يكسب بطوله يضحي ببطوله عشان يكسب واحده ثانيه قصادها؟ لا معروف يعني ان الاهلي بيدور على كل البطولات، حتى انا دايما اقول حتى لو دوره رمضانيه الاهلي عايز ينزل يكسبها. بالظبط بالظبط. بس يعني الثلاثه دول مش هيشفعوا له في اي لحظه من اللحظات؟ يشفعوا له مفيش مشاكل، بس في النهايه خساره الدوري المصري بنفس السيناريو للسنه الثانيه وان انا اخسره في المباريات اللي من نوعيه زي ما نوعيه النهارده زي نوعيه طلائع الجيش زي نوعيه سيراميكا زي نوعيه المصري لما تكتل وجاب فيها جول من ضربه ثابته الى اخره، والمباريات اللي فقدت فيها هي كل دي شبه الاسماعيلي السنه اللي فاتت والجونه السنه اللي فاتت والبنك الاهلي نفسه السنه اللي فاتت الى اخره، والانتاج الحربي اللي كسبته بعد معاناه رهيبه في الدقائق الاخيره، اسوان الهابط الاثنين الهابطين عانيت معاهم، دجله كمان الاهلي كسبوا 2-1 بالعافيه السنه اللي فاتت. موسيماني امام الفرق اللي في النص الثاني من الجدول يعاني. موسيماني تاريخه كله مع سان داونز في الدوريات اللي فاز بيها جنوب افريقيا بيلعب، انت بتلعب 30 ماتش في الموسم هناك في جنوب افريقيا يعني ب 90 نقطه متاحين، موسيماني يكسب الدوري ب 55 نقطه مثلا يعني بيفقد اكتر من ثلث النقاط. انت لو كنادي اهلي هنا فقدت اكتر من ثلث النقاط هتلاقي نفسك في المركز الرابع مش هتطلع الثاني حتى، فطبيعه المنافسه مختلفه. الراجل مش قادر يكيف امور مع طبيعه المنافسه، الراجل بعد خساره الدوري السنه اللي فاتت خرج اقسم اني عرفت الدوري المصري وعرفت والان فهمت طبيعه المنافسه اللي شايفينه دلوقتي، انت بتكرر السيناريو بحذافيره بالحرف، اللي حصل السنه اللي فاتت بيتكرر السنه دي. طبيعه الكره فيها مكسب وخساره طبعا، ممكن تخسر الدوري عادي طبعا، ولكن تكرار فعل نفس الشيء مرتين او اكثر مع انتظار نتائج مختلفه دي ازمه كبيره موسيماني حاطط نفسه فيها مع جمهور النادي الاهلي. صحيح. وهي دي ازمته الحقيقيه، مش انه بيخسر الدوري، انه بيخسره بنفس الطريقه. وانت حلفت لنا واكدت لنا انك اتعلمت، وهي دي المشكله الكبيره. صحيح. نجيب شرفت ونورت. اشكرك كريم. حبيبي دايما بستمتع بتواجدك. حبيبي انا اكتر. أشكرك. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا الختامي مع احمد نجيب في حلقتنا اليوم من رقم 10، اشوفكم يا رب على الف خير.